خبر أول عبور. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. شخصيتنا كما وعدناكم سوف تكون عن امرأة. هذه المرأة كان يحبها النبي، هي زوجته في الدنيا وفي الجنة. ما تزوج بكرا غيرها، أرادها وهي صغيرة، فخطبت له. فقال أبو بكر الصديق مستغربا: هل يجوز أو لا يجوز؟ قال رسول الله: أخي وهذه ابنتي، إن كان يجوز أعطيته إياها. قال: نعم، لأن الأخوة ليست يعني في الدم، الأخوة في الدين. فزوجها أبو بكر مفتخرا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتزوج من؟ ابنته الصغيرة عائشة، ابنة أبي بكر، عائشة التي سميت صديقة. هذه المرأة أحبها النبي، لما جاء في المدينة بنى بها ودخل بها وصارت زوجته المحببة. سئل يوم من الأيام: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. كان من شدة تعلقه بها كان يذهب معها في أسفاره كثيرا، وكان إذا جاء أهل الحبشة يلعبون ويرقصون يأخذها فيضعها على كتفه، وإذا بها تنظر إلى أهل الحبشة يلعبون يقول لها: اكتفيت؟ فتقول: لا، صغيرة في السن. وكان أحيانا يدخل عليها فيجدها تلعب مع الفتيات الصغيرات تلعب، وكان يبتسم عليه الصلاة والسلام، وكان يفرح لفرحها ويحزن لحزنها. إنها عائشة أم المؤمنين، تلك الفتاة الصغيرة التي أدخلت السرور على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يوم من الأيام كان في إحدى سفراته، كان لوحده مع عائشة. قالت: أسابقيني؟ قالت: أسابقك. عمل سباق مع من؟ مع عائشة. شوف الحب، شوف الود، مو مثل بعض الأزواج مع زوجاتهم اليوم، تلقى عمره ما ضحك وياها، عمره ما سولف وياها، عمره ما تغشمر وياها. هذا ناهيك عن أن عمره ما لعب وياها. الرسول، ذلك الرجل الذي عنده هم الأمة، أعظم إنسان، يتسابق مع من؟ مع زوجته. مو عيب ولا حرام، بل هذا هو الكمال. تسابق مع من؟ مع عائشة. من اللي سبق؟ عائشة. ليش؟ صغيرة وخفيفة، سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سنوات النبي صلى الله عليه وسلم سابقها، لكن عائشة كانت شوي سمنت وكثر فيها اللحم، فسبقها رسول الله فضحك وقال لها: هذه بتلك، وحدة بوحدة، تذكرين يوم سبقتيني؟ الآن أنا سبقتك. أي حياة يعيشها النبي مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ إنها حياة جميلة. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت عائشة في الجنة. ويقول للصحابة: عائشة زوجتي في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل اختارها زوجة لرسوله. بعد وفاة خديجة تزوج بكرا وثيبا، الثيب سودة بنت زمعة والبكر عائشة، فإذا بعائشة تدخل في قلبه السرور. عائشة رضي الله عنها تربت على الدين وعلى التقوى. ليش؟ لأن في بيت رسول الله تشوف كل ليقوم يقوم الليل تقول له: يا رسول الله، والله إني أحب قربك ولكني لن أمنعك عن عبادة ربك، ما أقدر. وكانت تصف كيف كان يقوم النبي في بيته. أكثر الأحاديث الخاصة لرسول الله عمن جاءت عن عائشة رضي الله عنها. كانت فقيها عالمة صغيرة في السن، لكن ما تدع شيئا. صلاة الرسول، نوم الرسول، كلام الرسول، حياة الرسول، كل شيء كانت تتكلم. ولهذا صارت الفقيهة التي يرجع إليها أصحاب النبي. انظر لصلاتها. يقول عروة بن الزبير عن خالته، يقول عروة: دخلت عليها في الصباح أريد أن أسلم عليها، يقول فوجدتها قائمة تصلي صلاة الضحى، يقول فسمعتها تقرأ قول الله جل وعلا: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. شفت تقرأ وتبكي، خليتها. يقول طلعت رحت السوق، قضيت حاجتي، آخر النهار قبل الظهر رجعت نص النهار. يقول رجعت مرة ثانية أبي أشوفها، خلصت الصلاة أبي أسلم عليها. خالته عروة بن الزبير، أم أسماء أخت عائشة، يقول فدخلت عليها فوجدتها تبكي وتردد الآية نفسها.
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. عائشة رضي الله عنها تبكي وهي تقرأ هذه الآية لأنها تتذكر الجنة، تتذكر الجنة ونعيمها. كانت قوامة رضي الله عنها، وكانت زاهدة، بيتها ما في شيء، بيت رسول الله حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. اختار النبي في آخر حياته أن يمرض عندها، استأذن من الصحابة ألا يمرض إلا في بيت عائشة، استأذن من زوجاته، فرضينا جميعا أن يمرض في بيت عائشة، أذن لها. فكان في آخر أيامه كلها في بيت عائشة، أحب أزواجه إليه، كان يحبها حبا جما. وكان أحيانا يقف معها أبو بكر يريد أن يعني يردها عن بعض الأعمال، وكان يقف النبي في صفها ضد أبي بكر وضد الناس جميعا، لأنه كان يحبها. في آخر حياته مرض في بيتها، ووضع رأسه في آخر يوم بين سحرها ونحرها. لما دخل أخوها أبو بكر، أخوها عبد الرحمن، يشوف الرسول كان بيده سواك، نظر النبي للسواك، قالت عائشة: تريده تبي السواك؟ قال: نعم. أخذت السواك من أخيها وكان يابس، فبللته بريقها ثم سوكت به الرسول. تقول: فكان آخر العهد أن مس ريقي ريقه، من حبه لها ومن حبها له، زوجان امتلأ الحب بينهما. تخيلوا يوم من الأيام المرأة التي يحب والزوجة التي يصون وعرض النبي وشرفه، يسمع يوم من الأيام عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق ورأس النفاق الخبيث يطعن في عائشة مع أحد الصحابة صفوان بن معطل، يقول: والله ما سلمت منه ولا سلم منها. في غزوة المريسيع بني المصطلق، لما تأخرت عائشة وجابها واحد من الصحابة قال: ما سلمت منه ولا سلم منها. فأصيب النبي إصابة عظيمة، واغتم اغتماما شديدا، وجلس في بيته شهر ما ينزل الوحي، شهر كامل ما ينزل الوحي، حتى يظهر الصادق من الكاذب، حتى يطلع المنافق من المؤمن، حتى يتكلم الناس. كان ابتلاء واختبار للناس. عائشة ما تدري، لما دارت بالخبر رضي الله عنها ذهبت إلى بيت أمها وأبيها تبكي. لما جاء الرسول قالت: يا رسول، تقول الرسول يقول لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. سكتت، شترد العفيفة الطاهرة؟ والرسول قال لها الحق: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. يعني كل الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأخلاق، حتى لو فعلت استغفر الله. قالت، سكتت. يا أمه أجيب رسول الله، سكتت الأم. يا أبي أبو بكر أجيب رسول الله، سكت. قالت: والله لا أقول إلا كما قال العبد الصالح، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فجلست تبكي، فأنزل الله الوحي على رسوله، لأن بلغت القصة والقضية منتهاها، خلاص اللي تكلم كل واحد بين على حقيقته. فأنزل الله آيات، بعد ما أنزل الله آيات سري عن النبي وأخذ يضحك. الآن أبو بكر ناطر الخبر، وأم عائشة ناطر الخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم استانس، فقال: أبشري يا عائشة، فإن الله قد أنزل براءتك من فوق سبع سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. آيات نزلت في من؟ تدرون في من؟ في عائشة. في سورة النور آيات كثيرة نزلت، كلها تدافع عن عائشة رضي الله عنها. حتى قال الله لأهل الإيمان: ليش تكلمتوا؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني الله عز وجل يقول: ترى الكلام في عائشة ما كان ترى سهل، وتحسبونه هينا، على بالكم الأمر هين الكلام في عائشة، لأن هذا عرض الرسول، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. إنها عائشة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات.
مرت الأيام، مرت السنون، عائشة رضي الله عنها عالمة فقيها، يرسل إليها في عهد معاوية أموال 70,000 درهم أو 700,000 درهم أو 70,000، وكانت صائمة، كانت تسرد الصوم، تصوم كل يوم، ما تفطر إلا في أيام النهي، صوامة كانت. أرسل إليها أموال كانت في وقت الصيام في النهار، فوزعتها ووزعتها ووزعتها ولم تبقي درهما واحدا. فلما جاء وقت الفطور قالت لجاريتها بريرة: أعدي الطعام، سوي الأكل، جيب لنا شيء نفطر عليه. قالت: والله ليس في البيت طعام، البيت كله ما في أكل. قالت الجارية زعلانة الحين، الجارية قالت: لو تركت يا أم المؤمنين درهما نشتري به طعاما، درهم على الأقل خلي لنا. قالت: لو ذكرتني لفعلت. ناسي نفسها رضي الله عنها، صاحبة بر وصدق وإخلاص، إنها عائشة الصديقة بنت الصديق. من أحب الناس إليك؟ عائشة من الرجال أبوها. إنها القوامة، إنها الصوامة، إنها صاحبة العلم والفقه، إنها المنفقة، إنها المتصدقة، إنها الزاهدة التي ترقع ثوبها وتوزع الآلاف على الفقراء ولا تبقي لها شيئا. فرضي الله عن أم المؤمنين وجمعنا بها في جنات النعيم. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف يكون لنا موعد مع تابعي، خلطهم في التابعين شوية، نتكلم عن بعض التابعين، لأن بعض الناس فقط يعرف جيل الصحابة ما يعرف جيل التابعين. شخصيتنا تابعي لم يرى رسول الله بل رأى الصحابة. هذا التابعي كان عبدا فأعتق من أعلم الناس، هذا التابعي كان أسود البشرة لكن الخلفاء كان يحسبون له حسابا، كان مملوكا لكنه أعتق فصار سيدا للناس. من هذا التابعي الذي كان فراشه المسجد، والذي كان لا يلبس ثيابا إلا ثياب الزهد، الذي كانت تحسب له الخلفاء ألف حساب، وكان يأتيه سليمان بن عبد الملك فيجلس عنده ينتظر الإذن متى يأذن له فيسأله؟ من هذا التابعي الجليل، أحد الفقهاء في المدينة؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية لجنة تعريف الإسلام. إنهم كالطيب يهدي للقلب السرور، أخلصوا قولا وفعلا واتقوا يوم النشور، عزمة الإيمان فيهم أقوى من كل الصخور، من خطاهم لجنة التعريف تقبل. حدثيني. هذا البرنامج برعاية لجنة تعريف الإسلام. والعمور من وهب لله نفسا ليس حبا في القصور، إنما حبا لذاته حبا للمولى الغفور. حدثيني يا